حيث كنتم معالي النقيب وما زلتم تبذلون قصارى جهدكم في إيجاد الحلول لكي نصل إلى الأفضل وننتقل إلى قضايا أخرى تلوح في الأفق وتجد منكم اهتماماً لتحققوا للمحامين استحقاقات أشبه بالمعجزات. ولقد أردت معالي النقيب أن أوضح لزملائي وأبنائي بعضاً من إنجازاتك والتي سطرت باسمك وما كان غيركم ليجرؤ على اقتحامها لولا شجاعتكم وإيمانكم بقضية المحامين والمحاماة والتي منحتها عمرك وجهدك غير عابئ بما يردده أعداء النجاح وخصومه. يكفيك معالي النقيب قضية تنقية الجدول والتي وضعت المحامي على الطريق الصحيح، فلا يحمل لقب محامي وهو لقب عظيم إلا من كان يحترفها ويعمل بها. وتخلصت النقابة من عبء مادي وأدبي كبير، ولقد شعر الجميع بجدوى هذه القضية وتحملت وحدك عبء الموقف كله، حتى أنك عرضت نفسك للحبس في سبيل ذلك غير ملتفتا إلى شيء إلا قضية المحاماة التي تفرض نفسها في التنقية منذ نشأة النقابة في 1912 وحتى الآن، ولم يجرؤ نقيب ويتجرد ويحذو هذه الخطوة خلافك معالي النقيب، ولسوف يجني الجميع ثمارها ويبقى الفضل لكم في ذلك. كان ما يشغل بالكم معالي النقيب قضية إعداد المحامي بحيث لا يقل عن عضو النيابة والقاضي إن لم يتفوق عليه، فكان وضع حجر الأساس لأكاديمية المحاماة بحيث لا يعمل محامياً إلا من يجتاز فترة الإعداد، ونرجو من المولى عز وجل أن تكلل بالنجاح وتحت إشرافكم. ولو تحدثت معالي النقيب عن قضية أتعاب المحاماة التي كانت تصب في خزينة وزارة العدل، وأذكر لكم موقفاً لن أنساه في احتفال المئوية وكان حاضراً رئيس الجمهورية وقتها، قلت حرفياً ما نصه أن المحاماة الآن ليست مؤسسة خاصة ولكنها جزء من منظومة العدالة المصرية في مصر، وقلت أننا شركاء مع القضاة في جزء من في استحقاقات الوطن، أننا شركاء مع القضاة في استحقاقات الوطن، وأن نقابة المحامين لم تتقاضى مليما واحدا من أي جهة وإنما قامت على سواعد أبنائها. معالي النقيب، قلت أننا أصحاب حق في أتعاب المحاماة المقضي بها والتي تحصلها وزارة العدل ولا توردها لنقابة المحامين، وقلت نحن نريد أموال المحامين المودعة في خزائن وزارة العدل ولن نتوقف عن المطالبة بحقوقنا، وقلت نصا لرئيس الجمهورية مخاطبا إياه أنت المسؤول الأول، أنت المسؤول الأول عن رد هذه الحقوق. من أجل ذلك قلت له نعرض أحد أمرين، إلى أن ترد علينا أموالنا غير منقوصة وتمول ويمول صندوق نقابة المحامين بمائة مليون جنيه سنويا، والأمر الثاني إما أن ننقل صندوق نقابة المحامين إلى الهيئة القومية للمعاشات لتستكمل أموال المحامين. هذا ما قلته نصاً في حضرة رئيس الجمهورية، واستمرت الحرب، واستمرت الحرب معالي النقيب تحارب بها بنفسك ومعك مجلس النقابة سنة بعد أخرى، حتى عادت أتعاب المحاماة تصب في خزينة نقابة المحامين ولا تتسلم منها وزارة العدل إلا 7% مقابل التحصيل. معالي النقيب، كانت الحرب على دمغة المحاماة وغشها وتزويرها والغرف والدمغة الإلكترونية في كل محكمة شاهدة على إنجازك بمجلسك في ذلك.
مع النقيب. الحرب الثانية والثالثة والرابعة قضية المعاشات وقضية استثمار أصول النقابة في أن تدر دخلا للمحامين يخصص للمعاش والعلاج، والقضية الأخيرة قضية العلاج. هذه القضايا جميعها أتركها لمعالي النقيب لكي يشرحها لكل الحضور الذين شرفنا بكم اليوم في لقائنا الأول بالإسكندرية. معالي النقيب الجليل، بقي أمران أعرضهم على معاليكم. الأمر الأول حملني به زملائي في غرب الإسكندرية، وبعد أن أصبحت هنا بالإسكندرية، محكمة تسمى غرب الإسكندرية، فنحن محكمة بلا مقر يجمعنا. أطالبكم معالي النقيب أن تتعاون النقابة العامة معنا في إقامة مبنى نقابي محترم لمحكمة غرب الإسكندرية. الأمر الثاني معالي النقيب، هو أطالبك معالي النقيب أن تجد حلا لنا بعد انتهاء ماراثون الانتخابات وفوزك إن شاء الله في غرفة المحامين بمحكمة غرب الإسكندرية، حيث لا توجد غرفة ونجلس في طرقات المحكمة كما لو كنا نجلس في مقهى بلدي. وأعلم أن معاليكم قادر على حل هذين النقطتين. تكون المرة الأخيرة التي نتحدث فيها، وأترك لك المجال معالي النقيب لتتحدث عن نادي جليم الذي كثرت الصفصفة حوله. معالي النقيب، أخيرا، كثير من الأمور والقضايا أنجزتها، وكثير من الأمور والقضايا أيضا لازلنا نرنو إليها، وليس غيركم من يقوم بها. من أجل ذلك أناشدكم زملائي، أناشدكم جميعا أيها الزملاء والزميلات والأبناء، الوقوف خلف نقيبنا سامح عاشور ليستكمل ما بدأه بعزم وإصرار حتى ترتفع راية المحامين والمحاماة. معالي النقيب، دمت للمحامين فخرا وعزة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.